طيب دايما يا شباب احنا وقت لما بنيجي نحط فاريبلز كده جوه الكلاس بتاعنا فلازم احط له قيمه ابتدائيه، فانا ما بكونش عارف احط له ايه، فبحط له قيمه ديفولت اللي هو الوضع الافتراضي زي ما احنا عارفين كده سترنج، فهحط له دبل كوتيشن فاضي على اساس ان هو سترنج فاضي وخلاص. يعني في السترنج بالذات انا ممكن اعوض عن الحوار ده، بدل ما اقول له يساوي دبل كوتيشن فاضي ممكن اجي قبلها بس واقول له كلمه ليت انت. وليت انت دي يا شباب اختصار لكلمه ليت انيشاليزيشن، ان انا هعرف لك الايميل ده، حاضر هعرفه لك بس مش دلوقتي، هحط له قيمه بس متاخر شويه. لو جينا هنا وقفنا على الايرور يا شباب وشفنا الايرور ده بسبب ايه، بص بيقول لك ايه، بيقول لك يا تريموف الليت انت يا اما تريموف الجيتر فروم بروبرتي. يعني الليت انت دي ما ينفعش ان انت تعرف معاها الجيتر، يعني انت ما ينفعش الاثنين دول يكونوا مع بعض، فوقتها انت ممكن تشيل الجيتر ده من هنا. نفس النظام برضو لو انت عملت لي هنا ليت انت حطيتها قدام فاكولتي هيقول لك برضه نفس النظام ان الليت انت ما ينفعش انها تكون موجوده مع الستر، فانت يا تشيل الليت انت يا تشيل الستر. تمام، فعادي جدا ان انا وقتها اشيل الكلام ده وابدا ان انا احطه بعد كده لو انا عاوز اعرف اي واحده منهم على طول. طبعا لازم اشيل دي من هنا. لو عاوز بقى بعد كده اعرف اي واحده منهم مش لازم اعرفها دلوقتي، ممكن اعرفها عن طريق اسم الاوبجكت اللي انا بعمله من فوق يعني.